اليوم دور الذكاء الاصطناعي يمكن انتم وانتم افضل عني في هذا الموضوع، لانكم اتوقع انكم الجميع مدرك ان اكثركم عامل في هذا الاتجاه. دورتكم اليوم دوره بسيطه، لكن بنشوف الافضل منكم اللي عنده قدره يروح بهذا الاتجاه وبنطوره. انا اشكر جامعه محمد بن زايد على هذا البرنامج، برنامج مضغوط اشكرهم عليه، برنامج اختير بما يتناسب مع قدراتكم. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، شدوا حيلكم يا اخوان شمع، وان شاء الله انه يكون البرنامج هذا له عائد لكم ولقوات المسلحه. شكرا يا اخوان.